Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Marzuka Fatima. Today I am going to recite Surah Al-Zilzal. A'udhu billahi minash shaitanir razeem. Bismillahir rahmanir rahim. Iza zulzilatil arlu zilzalaha. Wa harjatil arlu askalaha. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma izin tuhaddisu ahbaraha. بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَى لَهَا فَيَوْمَئِذٍ يَسْدُورُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَى أَحْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Suratul Takasur. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhaqumut takasur hatta jurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وترؤون الجحيم ثم لترؤونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al-Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Quran. Mal Quran. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية جزاك الله خيرا السلام عليكم I'm going to recite Surah Buruj أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد
الحميد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش لما تكون الجبال كالعهن الانفش وأما من شفلت موازينه فهو زي إن اشنت رلي الجن وأما من هفشت موازينه فهو مهاوية وما أدراك من القارية نار حامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ماهو خيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. جزاك الله خيرا. Alhamdulillah berkata di sejarah Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazakallahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو الصحف مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنها ذلك لمن خشي ربه.